بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بما حصلوا فيها من الشهوات والملذات،
غير عابدين ولا تائبين مما ارتكبوه من الموبقات ومما تركوه من الواجبات، يفرحون على خسارة أعمارهم. يقول الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يمر يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، يسعد الناس ويقيمون أعياد ميلاد لانتهاء سنوات، يسعدون ويفرحون ولا يدرون أن الله سبحانه وتعالى راض عنهم أو ساخط أو ساخطا عليهم أو ساخط عليهم. فينبغي أن يكون فرحنا أولا وآخرا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمؤمن من تسره حسنته وتسيئه سيئته، ففرح المؤمن وحزنه لطاعته وسيئته. والأعمار تجري، وهذه مرحلة من مراحل أعمالنا، فسنوات أعمالنا مراحل حياتنا ننتقل بها إلى ربنا ونودع بها دارنا إلى دار ليس بعدها من دار إلا الجنة أو النار. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. عمرك أيام، إذا فات يوم نقص فيه عمرك. فعجيب من الغافل، وكلنا غافل، أن يفرح بمضي عمره وتغير حاله وقربه من حسابه ومرجعه إلى ربه وإيابه على تغير في صحته وبدنه. يقول الشاعر: السقم له على البدن ترداد، والعمر ينقص والذنوب تزداد، فطوبى لمن كان له إلى الآخرة زاد، وكان مستعدا إذا جاء المعاد. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نستعد حسابات عامنا، ما تقدمنا وما تأخرنا، لابد من حساب ومراجعة لما فات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا بد لكل نفس أن تنظر في حسابها وفي تاريخها، ماذا قدمت، ماذا أعدت، ماذا سنقول لله عز وجل إذا ما وردنا إليه ووقفنا بين يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان. فانظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والعمر بركته بحسن العمل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من هم؟ خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله جل في علاه أن يحسن أعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا، وأن يحسن سرنا وجهرنا. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى استفاقة وإلى انتباهة ونحن في بداية عام هجري جديد يبدأ بشهر الله المحرم. من الغفلة أن نغفل عن تاريخنا الهجري، وأن تكون جل ثقافتنا وتوقيتاتنا بالعام الميلادي، العام النصراني،
ونغفل عن العام الإسلامي، علما بأن هذا العام الذي يتعامل به الناس وهو العام النصراني عام فيه خطأ حسابي كما يعرف المتخصصون، إذ كان عام أو سنة هؤلاء الناس 365 يوما وربع، ويحتاجون كل 4 سنوات أن يزيدوا يوما، ويسمونها بالسنة الكبيسة. فهناك سنة بسيطة وسنة كبيسة يصبحون فيها خطأ 4 أعوام. هذا العام الذي تنادى فيه مصلح الغرب أن يصححوا خطأ حساباتهم، ورفعوا تقارير ومناهج لتصبح تاريخه، لكنه لما كان هذا الحساب حسابا لقسيس يسمى جرجوي قد احتجت الكنيسة على هذا التأريخ، ولابد أن يترك بوصفه وحسابه لأنه حساب ديني لابد أن يحترم كما هو. فعجيب من المسلمين أنهم يتعاملون بعام غيرهم وفيه خطأ في حسابهم، ويتركون تاريخهم المشرف، ويتركون ويتناسون سبب تأريخ هذا العام الهجري. لقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على عهد عمر بن الخطاب ليؤرخوا لهذه الأمة، وكانت هناك أصوات تنادي بأن يكون تأريخ هذه الأمة من بداية مولده صلى الله عليه وسلم، وآخرون ينادون بأن يكون بداية تأريخ الأمة من بداية بعثته صلى الله عليه وسلم. وكان رأي عمر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكون بداية تأريخ هذه الأمة من الهجرة النبوية. ثم علل عمر لماذا التأريخ بالهجرة النبوية، قال لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل. وهكذا لو درسنا التاريخ لوجدنا أن المسلمين قبل الهجرة لم يكن لهم كيان ودولة، بل كانوا أفرادا معذبين مضطهدين في شعاب مكة، فما عز المسلمون ولا كان لهم كيان ودولة إلا بعد الهجرة. فوفق الله عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يذكرنا بتاريخ قيام أمة الإسلام بين الأمم بقوة وعزة ومنعة بعدا بين الأمم. فهذا التاريخ الذي كلما مر يذكرنا ببناء شامخ قد أضعفناه، وبتاريخ ومجد مؤثر قد أضعناه، وعظمة بين الأمم ومكانة قد سلبناها، أين نحن من تاريخنا؟ أين نحن من مكانتنا بين الأمم التي أراد الله أن تكون؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقيام أمة الإسلام بين الأمم بقيامها بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى دينه وشرعه سبحانه وتعالى. فيا ليتنا كلما مر عام ننتبه إلى ما ضيعناه وما سلبناه. أيها الإخوة الأحبة، ولماذا كان التاريخ بشهر الله المحرم؟ كان اجتمعت كلمة الصحابة بعد مشاورة على أن يكون شهر الله المحرم هو أول هذه السنة الهجرية، لأن شهر ذي الحجة هذا الشهر الذي نزل فيه آخر ما نزل من دين الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، فكان آخر دين الإسلام في شهر ذي الحجة. فارتأى الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكون أول شهر في هذه السنة هو شهر المحرم. وشهر المحرم لا شك أنه شهر من الأشهر الحرم التي أراد الله عز وجل أن يتحفظ فيها المسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم، بالإضافة إلى ما قبله من شهري ذي القعدة وذي الحجة، ليكون ذلك تأمينا إلى بلد الله الحرام للحجاج
هذه الثلاثة أشهر أشهر حرم، ثم يأتي شهر رابع وهو شهر رجب بعد شهر الله المحرم في منتصف السنة، ليتمكن الزائر بالعمرة إلى بيت الله الحرام كذلك. فهذه الأشهر التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فيها أربعة حرم، فيهن أربعة حرم. فالأربعة الحرم التي ذكرها الله عز وجل هي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم متواليات، ثم شهر رجب شهر فرض قبل شهر شعبان. هذه الأشهر العربية من السنة الهلالية التي أراد الله أن يكون هذا التاريخ تاريخا للمسلمين، فلا ينبغي أن نتغافل عنه وأن نتناساه، فإن هذا شعار من شعار المسلمين ينبغي أن نعلمه أبناءنا، وأن نحاول أن نؤرخ به وأن نتعامل به، لأنه يذكرنا بتاريخ أمتنا المجيد، ويستحث الأجيال القادمة بأن تستعيد عزها ومجدها وتاريخها الذي ضاع منها. فحرص أعداء الإسلام أن نتناسى كل ما يذكرنا بمجد أمتنا، ومن جملة ذلك محو هذا التاريخ فينا حتى لا نتذكر ما لنا بين الأمم، وأن نقوم بوظيفتنا التي أمرنا الله أن نقوم بها بين الأمم. أيها الإخوة الأحبة، هناك وقفات بين عام فات وعام هو آت. من هذه الوقفات قيمة الوقت وأهمية الوقت. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوقت لا لننهو ولا لنلعب فيه، بل هو ظرف لأن نحقق فيه غاية وجودنا من هذه الدار، وهو عبادة ربنا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله الزمن لإقامة هذا الهدف في هذه الحياة. فقال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار والنهار الليل خلفة. لماذا؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فدوران الزمان، دوران الليالي والأيام والشهور والأعوام، ليتقلب العباد بين الذكر وبين الشكر، ليتذكروا ما أوجب الله عز وجل عليهم وما حرم. والتذكر، عملية التذكر، تحتاج من الإنسان إلى افتعال وتنشيط للذاكرة. ما قال الله عز وجل ليذكره، بل يتذكر. التذكر، عملية التذكر، تحتاج إلى إعمال ذكر وفكر فيما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن جواذب الحياة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها بالنواجذ، فإن الدين يكاد يسلب من الإنسان، الإيمان يكاد يجذب من الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن يعضوا على دينهم عضا، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نطيع أجر المصلحين. فالكتاب يحتاج إلى تمسك، يمسكون بالكتاب إنا لا نطيع أجر المصلحين. فما أحوجنا إلى أن نعرف قيمة دوران الزمان والليالي والأيام. والله سبحانه وتعالى أقسم بهذا العنصر من عناصر الكون، وهو عنصر الزمن. فقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه وتعالى أقسم كذلك بالضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك من الآيات التي يقسم الله عز وجل فيها بعنصر أو صفة من صفات هذا الزمن.
لينبه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخطر الزمن، بخطر الزمان، بخطر دوران الليالي والأيام، لأنه يتحقق فيها الفوز أو الخسران. فنسأل الله عز وجل أن نكون فيها من الفائزين المتأخذين، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. أيها الإخوة الأحبة، ومن الوقفات كذلك للانتقال بين عام فات وبين عام هو آت، أن يكون لنا وقفة حساب ومراجعة. ماذا قدمنا وماذا أخرنا؟ ماذا علينا وماذا نستفيد مما فات لما هو آت؟ لا شك أن أي مشروع ناجح أو شركة تجارية عالمية لابد أن يكون فيها حاسب ومحاسبون ليحاسبوا حسابات السلبيات والإيجابيات، حسابات المكسب والخسارة. لو لم يكن هناك لهم حسابات ختامية مرحلية، إما أن تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية، لابد من حسابات ختامية، وإلا فسدت التجارة وخسرت الشركة. وإن أعظم مشروع في حياتك هو عمرك، هذا المشروع الذي تسأل عنه أول ما تبعث يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قلم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل المرء بعد الصلاة عن عمره فيما أفناه. فماذا نحن قائلون لربنا تبارك وتعالى؟ ثم الحساب من صفات أذكياء الصالحين، أذكياء الصالحين الذين يحسنون حسابهم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتهيئوا للعرض الأكبر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فينبغي أن نحاسب أنفسنا يوميا وأسبوعيا وشهريا، حتى نكون غدا من الفائزين ولا نكون من الخاسرين. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفة الحساب بين عام وعام لا ينبغي أن تفوت المسلم أبدا. ينظر في نفسه. قديما قالوا: من استوى يومه فهو مغبون، وكذلك من استوى عامه فهو مغبون. كيف بمن كان عامه أسوأ من عامه الماضي؟ كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله إذا زاد عمره زادت خسارته؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يزيد ثباتنا ويدين هدانا له سبحانه وتعالى. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينظر كل مؤمن في حساب عامه ماذا عمل فيه، ماذا قدم، ما فيه من الإيجابيات ليزيدها، وما كان فيه من السلبيات فيتخلص منها. هذا على المستوى الفردي. وعلى المستوى الأسري، ماذا زاد عليه من الهداية والتدين في أولاده وفي زوجه؟ هل العام أفضل من عامه؟ هل العام الماضي أفضل من السابق؟ وهكذا. فنستفيد على المستوى الأسري، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي. ينبغي أن يتشاور المسؤولون على مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة، ما كان في هذا العام من إيجابيات لهذه الدولة وهذه الأمة، فيستفيدوا قبل فوات الأوان وقبل أن نندم حينما مندم. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى رب هذا الكون ومدبره سبحانه وتعالى، وهو لا يديره، وهو لا يحقق فيه للناس إلا ما يناسب سعيهم وما يناسب جهدهم. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسننسره للعسرى. فحري بكل مؤمن ومؤمنة وكل مسؤول أن يراجع نفسه، وأن
يبرئ ساحته أمام ربه قبل فوات الأوان. إن الله سبحانه وتعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، فيسأل كل واحد منا عن بيته وعن زوجه وعن أولاده، ثم يسأل كل مسؤول في مكانه عمن تحت ولاياته من الأمانات التي حمله الله عز وجل إياها تجاه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد نهانا الله عز وجل عن خيانة الأمانة: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لابد أن نستشعر أن الله سائلنا عما تحت ولايتنا من مسؤوليات وأمانات، أمانات الدين وأمانات المسلمين التي في أيدينا. فنسأل الله جل في علاه أن يعيننا على أداء الأمانة. أيها الإخوة الأحبة، ومن جملة ما ينبغي أن ننتبه فيه أننا في شهر الله المحرم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام في شهر الله المحرم. ولما أراد عبد الله بن عمر أن يصوم الدهر كله نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نصيحته: أين أنت من شهر الله المحرم؟ ومن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء في هذا الشهر الكريم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، وهو يوم العاشر من هذا الشهر من شهر الله المحرم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: لماذا تصومون هذا الشهر؟ فقالوا: هذا شهر نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر الناس بصيامه. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود في فعلهم، فقال: لئن عشت من قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان بنو إسرائيل على عهد موسى على الإسلام مع موسى صلى الله عليه وسلم نجاهم الله عز وجل من عدوهم. أما لما كانوا لما أصبحوا في هذا اليوم أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تزال تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله، وهم لا ينتبهون ولا يعتبرون. فقد أصابهم الله عز وجل بما أصابهم من هذا الحريق الذي كنا نتمنى أن يزيدهم الله عز وجل نارا ودمارا على ما اقترفوه وما فعلوه في المسلمين قبله. ليتهم ينتبهوا، ليتهم يتعظوا، ويا ليتنا نحن المسلمين نأخذ من هذا الحدث الدروس والعبر. لقد ظل اليهود سنوات طوال يدندنون أنهم الدولة التي لا تقهر، وأنهم أصحاب السلاح النووي، وأنهم أصحاب القوة التي تفعل وتفعل. فقد أرانا الله عز وجل في حروبنا معهم السابقة أنهم دولة خور في المواقف الصعبة وفي الأزمات الكبيرة، لا يتحملون أياما طوالا. يا ليتنا نأخذ من هذا من هذه دروسا بعد دروس تعيها العقول في الرؤوس. يا ليتنا نستعد لهم ونعلم أن كيدهم بسيط وكيدهم ضعيف. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو أننا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكان الأمر بيننا وبين أعدائنا سهل بإذن الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره. إن حفنة من هؤلاء اليهود يستغيثون أياما طوالا بسبب حريق مدني لحري بهم ألا يتحملوا عند ضربة مسلمين صادقين، لا يتحملوا ساعات فضلا أن تكون أيام أو شهور. لكن لمن ينصرون الله عز وجل في دينه وفي كتابه وفي سنة نبيه؟ لمن ينصرون دين الله عز وجل في حياتهم وفي مؤسسة
مؤسساتهم لمن ينصرون كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في مناحي حياتهم، يكون دينهم منهجا لحياتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كان دين الله عز وجل منهجا يصبغ الحياة فعندئذ سينصرنا الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله جل في علاه أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي في الله، إخوتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة الوقفات بانتهاء عام أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي السعي إلى حسن الختام. ما من بداية في هذه الدنيا إلا ولها نهاية. بدأ العام وانتهى العام، وأين عملك لحسن الختام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فينبغي أن نختم عامنا بتوبة إلى الله عز وجل، نصحح فيها، نمحو فيها ما فات، ونستعد فيها لما هو آت، ونسعى ونستثبت لخاتمة أعمالنا. الله أعلم بما يختم لنا به، لكننا مأمورون بأن نكتسب الأسباب التي نموت بها مسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحق التقوى أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نور من الله، وأن نترك ما حرم الله على نور من الله بعلم نافع وعمل صالح، وأن نحفظ أوقاتنا حتى نلد إلى ربنا تبارك وتعالى. قد حفظنا الله عز وجل في سرنا وفي علانيتنا، نسأل الله جل في علاه أن يختم لنا بخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا، وتوفنا مع الأبرار، وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مع الأبرار، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأذهب هم المهمومين وغم المغمومين، يا لطيف يا رحيم. اللهم انصر المجاهدين المخلصين من المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين المخلصين من المؤمنين في كل مكان، وفوق كل أرض، وتحت كل سماء. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والمنافقين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.